جحافل جائعة من الجراد وصلت والتهمت كل شيء، جعلت اللبنانيين يطلقون على عام 1915 اسم عام الجراد الذي كان مكافحته أمراً مستحيلاً، فاستوطن حينها الجوع وتفشت الأمراض في كل مكان في لبنان. فمن الطبيعي إذن أن يدب الذعر في قلوب قسم كبير من اللبنانيين عندما يسمعون بأن طلائع الجراد بدأت بالوصول إلى لبنان داخلة إليه عبر سوريا، حيث انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أسراباً كبيرة من الجراد وهي تدخل المناطق اللبنانية. فهل يستوجب هذا الأمر حالة استنفار وطنية؟ وهل ستصل هذه الكائنات المزعجة إلى كافة المناطق اللبنانية؟ هلأ مثل ما عم نعرف، هلأ الجراد مش هلأ وقته أصلاً يجي نحن لمنطقتنا. يعني هلأ في الأسراب يلي وجدت بالأردن وبسوريا، هي أسراب مثل ما بنقوله هذه أسراب كتير خفيفة، بتكون غيرت مسارها من السرب الرئيسي ولحقت مطرحها. يعني مع الهوى، كان نتذكر من شي 7 أيام أو شي أكثر، يمكن 5 أيام أو 6 أيام، كان في عنا شوية رياح حارة شرقية كانت، وتحولت من بعدها لهلا الرياح صارت شمالية غربية مثل ما هو عادة معتاد بهالفصل. يعني نحن عنا بلبنان، فمشان هيك انه الاسراب اللي اجت هلا هي اسراب مثل ما نقول ضيعت او لحقت شوي، اجت مع الهواء، كميتها كثير قليله يعني، وما بتشكل كثير خطر ولا يعني بتشكل خطر الا اذا دف التأس وهيدي الاسراب بقت بموقعها وباضت، بصير بتشكل بعدين نمو جديد لحشرات ثانيه اذا ما تعالجت. إذن الجراد لن ينتشر في لبنان ولن يأكل الأخضر واليابس. الحمد لله، سياسيين عنا كفوا وفوا.